فتحوا بيوت الله الحمد لله، والله بعدنا من هذا البلاء والحمد لله. داك الشيء كان زوين والناس واقفين مزيان في الباب حاضرين عباد الله، وكتحيدي صباط كديري في بلاصتو، والمسافه كاينه متر ونص الحمد لله، المرشده كترتبك وصلينا مزيان الحمد لله. الله يكثر خيركم اولادي، الله يرحم الوالدين اللي تفتحوا هذا الجوامع. انا اول صلاه للجمع بعدا الحمد لله، والله لا بحال حليتي لي شي حاجه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله تفتحوا الابواب الجوامع. اولا كنشكر الله سبحانه وتعالى اللي فتح لنا هذا الابواب المساجد، وحنا خصنا نتعاونوا مع السلطات باش يبقى باش نحاولوا كيفاش نتفاداو هذا المرض هذا، وان شاء الله يكون خير. فهمتي، واخا التباعد المهم حسينا بان راه رجعنا للجامع، هذا هو المهم. ماشي المهم ماشي التباعد، ولكن المهم صلينا، هذا هو المهم. هذا المغزى ديالنا هو نصليو ونرجعوا كما كنا حتى نوصلوا لشي حاجه مزيانه. وحسيت انا نكذب عليك، انا جاني البكاء والله، واش هادي ما صليت في الجامع، حسيت في شي حاجه بحال كانت خاصني شي حاجه، وانا رجعت لها الحمد لله. الحمد لله رجعنا للمسجد ديالنا الحمد لله، تيتحلوا المساجد الاخرين والحمد لله، الامور غادا مزيانه الحمد لله. هذا النظام اللي كاين دابا اللي تمشى عليه الناس بقاو غادي عليه كره، مزيان مزيان التباعد وهادشي كاع الاجراءات اللي داروا في صالحنا الحمد لله. هادشي اللي كاين والحمد لله، ملي رجعنا للمساجد وتفتحوا الابواب الحمد لله. كل حال واخا البنان كيبان لي باقي البشر، اول واقي اول صلاه الظهر يمكن. وحقيقه كانت اجواء ايمانيه رائعه، عامة المسلمين اشتاقوا للمساجد، والحمد لله من الله عز وجل علينا بافتتاح المساجد، ونسأل الله عز وجل ان يديم علينا هذه النعمة هذه. وطبيعة الحال يعني يكون شعور ايماني مرتفع بزاف، وراك عارف ماشي تم انقطاع المساجد مدة 3 شهور ما اكثر، طبعا اشتقنا للمساجد واشتقنا لهذه الاجواء الايمانية هذه. كاين تباعد، كاين اجراءات يعني صحية، وطرد المسجد قايمين على هذه المسائل هذه. واحد الشعور زوين انك ترجع لبيت الله من بعد واحد تقريبا واحد 3 أشهر ديال الحبس ديال الهجر الصحي، وواحد الشعور زوين وكتجي انك تسجد الله سبحانه وتعالى وكتفرغ كاع هذوك الهموم اللي عندك، وكتشكر الله سبحانه وتعالى انه يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء ان شاء الله، وما يكون الخير ان شاء الله. هوية بريس، نحو إعلام هادف.